صن في نابل والحمامات صن كانت في الكابون 395 في تونس والشمال. باش نحكيو على تصاور دارت ما بين النواب ليا على بخصوص بعض المواطنين تعرضوا لطفح جلدي وظهر لهم حبوب، يقولوا انه نتيجه فيروس موجود في بحر بن خيار بسبب التلوث اللي فيه. باش نعرفوا حقيقه الموضوع هذايا، جات حالات المستشفيات الموجوده في نابل بخصوص الواقعه هذه، وهل انه بحر بن خيار اليوم يعني السباحة فيها خطيرة كيف ما قاعدين يقولوا هو ملوث، لأنه يعني نعرفوا تصير برشة تحاليل دورية ديما للبحورات في كامل ولايات الجمهورية باش نعرفوا البحر هذاك نظيف مش نظيف، ملوث مش ملوث، معناها السباحة فيه مش ممنوعة ولا لا. دونك الموضوع هذايا باش نعرفوا تفاصيله أكثر مع سي عمر السليمي مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بولاية نابل، حاضر معنا بالتليفون. مرحبا سي عمر. مرحبا بكم ومرحبا بكل مستمعي راديو مال. شكرا لك. دونك حقيقة الموضوع هذا، خلنا نبداو قبل كل شيء سي عمر، جاتكم انتوما حالات سمعتوش في السبيطارات متاع نابل، عباد جات عندها طفح جلدي ولا حبوب في بدنها وقالت اللي هذا صار لها بعد ما عامت في بحر بن خيار، اي ولا؟ شكرا على الاستضافة. نحب قبل ما نجاوب على السؤال اي ولا لا، انت كما نحب نحط في علمك وعلم كل المستمعين السادة المستمعين انه وزارة الصحة عندها برنامج وطني لمراقبة مياه السباحة، مياه السباحة اما مياه البحر ولا المياه المسابح داخل النزول السياحية. وتعرف ان مياه السباحة تكتسي أهمية بالغة بالنسبة لولاية نابل بنظرا لطول الشريط الساحلي يبلغ حوالي 320 كيلومتر، منها 200 كيلومتر صالحة للسباحة. احنا عندنا كإدارة جهوية للصحة عندنا 80 نقطة مراقبة للمياه السباحة، مياه البحر تمتد من ياسمين الحمامات وصولا إلى شواطئ سليمان. بالنسبة لابن خيار اللي همنا يمكن نرجع، بالنسبة لتعرف المياه البحر كانت نجم تكون معرضة لمصادر تلوث مختلفة، اللي هي مصابات المياه المستعملة، الفضلات مختلفة أنواعها، الأنشطة البحرية اللي نجم تكون حتى تلوث يتسبب فيه يتسبب فيه المصطفين. هكا علاش نوليه أهمية بالغة في نطاق الوقاية من الأمراض، خاصة أمراض العيون والأمراض الجلدية. أيوة. بالنسبة لابن خيار عندنا فيها 5 نقاط مراقبة اللي هي نذكرهم لك: شاطئ جنار بن خيار، شاطئ البلاد، شاطئ قبالة محطة الضخ نتاع المياه المستعملة، وشاطئ المعمورة، وشاطئ داروفة. هذا من 5 نقاط قارين ناخذوا منهم بصفة دورية تحاليل لإجراء تحاليل للبحث عن الجراثيم المعدية. وهذا التحاليل يقع تحليلها بالمخبر الجهوي لحفظ الصحة اللي موجود في ولاية نابل. أيوة. منذ جانفي إلى حد شهر جويلية، نصف الأول شهر جويلية، عندنا 45 تحليل بكتيرولوجي الكلهم صالحين للسباحة مطابقين للمواصفات، ما عدا زوز تحاليل اللي هما في شهر مارس وشهر أفريل. في شهر مارس هي بالنسبة لشط البلاد، وفي شهر أفريل بالنسبة لشط البلاد. التصنيف نتاع المياه البحر لصالح السباحة ولا غير صالح السباحة، احنا عندنا نقطة واحدة في ولاية نابل هي النقطة المقابلة لمحطة التطهير بدار شعبان، اللي حاطين عليها وخرجتها الوزارة، واحنا من 2016 حطيناها غير صالحة للسباحة وللصيد البحري، من نقطة نتاع المصب 500 متر على اليمين و500 متر على اليسار، واحنا مشينا بعد من هكاك في الاصل هو 200 متر يمين و200 متر يسار، احنا قلنا 500 لكل المخاطر. الوحيده اللي عندنا في ولايه نابل. باقي النقاط بالنسبه لدار شعبان كلهم تحاليلهم مطابقه للمواصفات والتصنيف راه يقع بناء على التحاليل هذه اللي تقع بصفه دوريه، وثم دلائل توجيهيه نتاع منظمه الصحه العالميه اللي تقع فيها برمجيات وتقع على مستوى مركزي على مستوى الوزارة اللي تاخذ بعين الاعتبار مصادر التلوث، إذا كانت مصادر تلوث وقتية ولا مصادر تلوث بيرمانون معناها دائما، كما تقول أنت مصب نتاع محطة التطهير هذا كدائم، مصادر التلوث اللي وقتية كما نجو ستاسيون دو روفولمون اللي في ابن خيار هذيك اللي تنجم إذا كان يخرج الماء راه تولي غير صالحة للسباحة. وهكا علاش بالنسبة لنا احنا النقطة هذيك هي من نقاط اللي يلزم متابعتها بصفة دقيقة ومستمرة، لأنها تنجم معناها مصدر التلوث موجود
أما وقتاش يبدأ؟ وقت اللي يقع صب سكب المياه في البحر، وقتها رانا ندخلوا ونقولوا هذا مع البلدية ومع السلطة الجهوية، نقولوا راهو نجم نحطوها هذه غير إذا تطلع لنا التحاليل بصفة دورية غير مطابقة للمواصفات نحطوها غير صالحة للسباحة. اللي هي ما هي اللي هي في بن خيار لحد توا ما صارش معناه؟ ما صارش، هي واللي دخلت لوناس انا سدتها، القناة سدتها بالسيمان باش وتعهدت انها في الصيف ما يقعش سكب المياه. المشكلة اللي ارتحنا منه، ونزيد نأكد نزيد نوضح انه في بن خيار وما عندناش مصدر نتاع تلوث، تو عندنا نقاط اخرى انا مش نحكي لك على الولايه كامله خاطر قطي على بن خيار. عندنا نقاط اخرى للمتابعه اللي فيها مصادر تلوث تلوث برمنو، معناها ديما مستمره كما معامل طماطم، معامل سردينه، سكن نتاع محطه تطهير المياه المستعمله، هذوكم نتبعوهم بصفه دوريه دورية وطاقيقة. أما بالنسبة لبن خيار ما عندناش مصادر تلوث، ماش مصدر نتاع التلوث اللي عندك سكن نتاع معمل ولا سكن نتاع محطة تطهير ولا ونزيد نأكد أنه هو ثم لشكون متخوف شوية من الأحواض نتاع تربية الأسماك اللي سمعنا ديجا في بن خيار برشا عباد متقلقة من الموضوع هذا. هو شوف الأحواض تربية نشكرك على السؤال، وأنا نحب نبدي ملاحظة أحواض تربية الأسماك هذوما يخضعوا التراخيص من وزارة الفلاحة، ويخضع ليتيد دامباكت سو لونفيرونمون دراسة مؤثرات على المحيط من الوكالة الوطنية لحماية المحيط. احنا ندخلوا بالنسبة لمراقبة السمك في عند البيع باش خاطر هما الأسماك شنو ثم يستعملوا علفة ثم يستعملوا دي برودوي جيميك باش يقاوموا لي بارازيت ولي بكتيري. كيما تربي الدجاج، كيما تربي البقر، كيما تربي أي حيوان ينجم يموت إذا كان ثم أمراض دي باثولوجي خاصين بالأسماك. تقول لي ثماش عندهم تأثير على المحيط؟ جوستومون أنا نقول لك مادام هم عملوا دراسة على التأثير على المحيط ما نتصورش أن يكون عندهم دراسة. أنا هذا احنا مع البلدية مادام لفتونا النظر احنا مش نتصلوا بهم نشوفوا شنو مختلف في المواد اللي استعملوا فيه، ومع البلدية نعملوا التحاليل الضرورية بالنسبة للمواد اللي يقع هما استعمالهم. راه ما تجيش كتهز المخبر مش يقول لك اعطيني شنو تحب تحليل، شنو يحلل كل شيء، وتعرف اذا كيف التحاليل باهظه وغاليه. اما احنا نشوفوا اذا كان ثم مواد يقع استعمالها لخطر تنجم تسمى تكون مخلفات نتاع المواد. مثلا الحوت ماكلاش الماكله خاطر كالعبد يكون ما عندوش لابيتي برشا تقع مخلفات. لي برودوي اللي استعملوا فيهم للرش باش يداو الحوت اسكو يقع عندهم مخلفات على البحر ولا والديستونس بارابول للشط بعيده ولا تخلي هاك المواد هذيك توصل للشط ولا لا؟ معناها ذي أبيانتو أنتو ما تتدخلوا في الموضوع هذا وتشوفوا إذا كان عنده تأثير على البحر بن خيار ولا والعبيد وين تعود؟ نسقوا مع جميع المدخلين لأنه يهمش كان وزارة الصحة نص بالنسبة اللي نطمن بيها أنه بالنسبة للتحاليل البكتيرولوجية كل التحاليل اللي خذيناها هي مطابقة للمواصفات. ولو كان عندنا أي أدنى شك رانا نخرجوه كما خرجنا نتاع دار شعبان نخرجوه غير مطابق غير صالح للسباحة. سي عمر هو احنا حتى حكيت معاك معناها قبل ما في ندخل لونتين قلت لي حتى وكان راهو التلوث نتاع البحر ما ينجمش يسبب في طفح جلدي والا الحبوب اللي تظهر على البدن، معناها التلوث نتاع البحر اذا في انعكاس على صحه المصطفين والمواطن تكون حالات اخرى. قلت لي مش في الحبوب خاطر التلوث اول ثم الحبوب اللي الصور للدولة هي اللي وقعت في ولاية مجاورة اللي هي ولاية سوسة ويقع عادي لأنه هذيك سيدي سيمتوم دالرجي بالنسبة بتاع حساسية بالنسبة إما يكون من الأعشاب البحرية ولا الليميديز على واحد يلمسهم، إما يكون عنده حساسية ضد الأعشاب هذيك ولا اللي هي فيها دي برودوي توكسيك ثم اللي يعمل الالرجي هذيك وموجودة عادية وما ممثلش خطر. لا ماهيش مخطر دونك يتلقى علاجات. بالنسبة لمتابعة الحالات الوبائية راه كيفاش تلقى الحالات الوبائية احنا الأطباء سواء في القطاع العام ولا الخاص إذا ثم حالات هما اللي يعلموا للإدارة الجهوية والإدارة الجهوية هي اللي تدخل لإجراء التحقيقات والتحريات اللازمة
لتحديد السبب، لانه يعني كتجي تقول لي انا واحد والله يبعان في البحر وراسه يوجع وكرشه تجري، ينجم كلا كلا ضربه شمس، خلال ضربه شمس، غلال ماشي طاز، ثم عديد من الاسباب والمسببات تصير تحاليل باش يتاكدوا اسكو هذاك من البحر ولا التحريات بخلاف التحريات الطبيه وثم التحريات البيئيه. اي واضح. دونك نطمنوا المصطفين الكل، بحر بن خيار هو نظيف ولا السباحه فيه ما هيش ممنوعه، ما في حتى فيروس، ماهوش ممسخ، كيف كيف ما تمش تسجيل حتى حالات جات للسبيطارات نتاع نابل تشكو من معناها طفح جلدي والا حبوب ظهرت على البدن، هذا اللي نطمنوا به المستقبل. واذا كان ثم نقطه تظهر انها غير مطابقه للمواصفات رانا ما نتردوش في باش تعلموا لعبه السباحه. ما نتردوش قيد امه. لا واضح واضح. شكرا لك سي عمر السليمي مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل على التوضيح اللي قدمته لنا بخصوص التصاور اللي دارت حول إصابة بعض المصطفين بحبوب وطفح جلدي بسبب عمانهم في بحر بن خيار.